مشاهدينا نحييكم من جديد. لا نوجه إدانة لأحد ولا نبرئ أحدا. في تحقيقات بتتم، لكن علامات الاستفهام اللي بيطرحها الناس خلال الأيام القليلة الماضية منذ الإعلان عن هذه الحادثة أو المصيبة، لأنها متعلقة بمقتل طفلين، بالإضافة إلى أن المتهم الرئيسي فيها الآن هو الأب. البعض زي ما قلت لكم ممكن يقول مستحيل، هو في أب يعمل كده؟ في أب بيعمل كده وفي أم بتعمل كده. في حد تاني ممكن يقول أنه يمكن أن يحدث ذلك، وحد يقول يمكن أن لا يحدث ذلك. المسألة لا تخضع لوجهات النظر، لكن في بعض المعلومات المتعلق بالوضع العائلي والمعيشي وأيضا أقواله أمام النيابة، بقى إذا كان المحامون يؤكدون أن أقواله أمام النيابة قابلة يعني لأنه تثير علامات استفهام، عليهم أن يطعنوا حول ذلك بالإجراءات القانونية. لكن تعالوا نفهم تاني بعض الألغاز المتعلقة بالقضية. خليني أسأل حضرتك، ما حصلش من محمود نظمي قبل كده؟ أصل مش ممكن يعني محمود نظمي لا يعمل ويشرب مخدرات باعترافي يعني، وعامل البيت يخصصه لذلك يعني، اللي هو مسميه الشاليه أو يعني شخصيات من هذا النوع يعني يمكن أن يجنح بها الحال يعني، ما حصلش منه أي قبل كده مواقع فيها هزات يعني؟ من هذا النوع؟ لا مش مع أولاده يعني، مشاكل اجتماعية حدثت له؟ لا أبدا، والله أبدا. ده محمود بالذات يعني محبوب من كل الناس، ما بندهلوش إلا محمود باه، محمود باشا. لا والله، لان هم محمود باشا. والله محمود بيه ومحمود باشا. باشا باشا بس غير ما بيشتغلش يعني، وارث يعني يا باشا، معاه فلوس الناس كلها تتلم حواليه. معاه فلوس؟ معاه فلوس الناس كلها تتلم حواليه. يعني هو معروف في البلد انه معاه فلوس؟ ايوه طبعا، امال ايه، هو مش قليل، هو معروف ما شاء البلد. الله بسم الله ما شاء الله، معروف في البلد طبعا، وكل الناس بتتلم حواليه. وهو على ما اعتقد يعني ان لما خلاص فاق لنفسه وعرف بقى ان بقى عنده اولاد وعيشه وخلاص، فقفل على ناس كتيره الحنفيه من الاخر يعني، قفل عليهم الحنفيه اللي كان بيصرفها عليهم. ان في ناس يعني كانت بتستغله؟ تستفيد منه؟ ايوه، كان ناس بتستفيد منه كتير، وكانوا ملمومين حواليها عشان ياخدوا فلوسه. فهو فاق بقى، فالله اعلم بقى، يمكن اللي حصل ده نتيجه لذلك. طيب قولي انتوا يعني هو عنده كام اخوات محمود؟ عنده ولدين غيره، ولد اكبر منه، ولدين اكبر منه، وهو الولد الصغير، وعنده تلات بنات. يعني هم تلات بنات وتلات صبيان، التلات بنات متزوجين وهو متزوج، واخواته برضه الاتنين كلهم متزوجين. كلهم متزوجين. طيب خلينا نرجع تاني هنا. قول لي يا استاذ محمد، في التحقيقات، في وانا بسالك في تحقيقات النيابه يعني، انت قلت هو ده دي اعترافاته بالظبط، وهو اعترف بذلك يعني، ولما انت حضرت معاه اعترف ايضا يعني. سعادتك عشان بس تبقى فاهم اللي احنا بنتكلم فيه، اي سؤال عكس الكلام اللي كان بيقوله محمود يعني، انا لو اعترضت محمود محمود عملت ده ازاي وبأني طريقة او ماشي كنت فين او ارسم كذا، اي سؤال خارج عن المنهج اللي معلش في اللفظ اللي محمود ماشي عليه، زي اللي يكون واحد ماشي على قضية قطر، اسمك ايه يا حبيبي؟ فلان الفلاني. لو قلت له معلش فلان الفلاني ده كان ميت سنة كام او عاش سنة كام، شكرا محمود مفيش رد، يلتزم الصمت. صمت معلش في اللفظ، ويؤكد ان هذا الشخص ليه هو يعني هو لو قال انا ما عنديش معلش في اللفظ ده، انا نفي لا مع طيب ولا مع ضد يعني يا جماعه، بس انا بقول واقع يعني، انصار انه يتم اجبار حد على، قول لي لماذا يعني؟ يعني عنديش لماذا، ده هو الاب يعني. انا ما عنديش لماذا، انا حضرت واقع. انت عارف ان الخسائر المجتمعيه في قضايا زي دي بتكون كبيره، بمعنى
بمعنى انه اي اب او اي ام بتقتل ابنها او بيقتل بنته وابنه بيحصل فيه خسائر نفسيه، بيحصل مجتمعيا داخل المجتمع. طبعا المجتمع بيخسر الجريمه دي بالذات هزت المجتمع كله. انا لما رجعت من التحقيق ما قالوش في اللفظ بنتي الصغيره عمرها 7 سنين أو 8 سنين لو انت ممكن تموتني طفله لمجرد بس ان ده بابا بيحبك حبيبي. انت متخيل ان كل طفل النهارده في مصر ممكن يبقى خايف ينام في حضن ابوه او امه؟ ايوه بس ده لا ينكر بان هناك اب يقتل اطفال، مش مختلفين ساعات ان هناك ام، بس لما اتكلم هنا لما وأن هناك ابن يقتل امه يعني اي جريمه هو البلاد الكاميرا عند سعادتك اي جريمه معلش في اللفظ على سجال معين لو اختل التوازن بتاعها بتقع. ده اللي حصل من محمود قدام مننا في التحقيق. بس مفيش دوافع، مفيش دوافع، مفيش دوافع لمحمود ان هو يقتل عياله ولا حقوق. اي جريمه الدافع مفيش دافع، مفيش دافع لمحمود ان هو يقتل، مفيش دافع من دافع اي إيه من اي وجهه نظر خالص ولا من اي جانب. بيتكلم فيه محمود بان هو غير قادر على الصرف من الحقيقه على ارض الواقع غير كده. ممكن حضرتك طيب. استاذ وائل يكون في محمود في اعترف على نفسه تحت تاثير نفسي انه خلاص خسر يعني خلاص عياله ماتوا اللي هم كانوا كل حياته عشان خسرهم عشان كده طلبنا يعني بيعترف عشان يموتوا على خلاص. الطب النفسي تأثير نفسي مش احنا ممكن يكون اعترف ان خلاص الحياه انتهت بالنسبه له، الحياه كده انتهت بالنسبه له بالنسبه لمحمود بالذات بعد موت عياله. انا عايز اصل حضرتك السؤال اللي حضرتك هتقوله ان احنا دلوقتي بنشكك في مدى القوة العقلية ليه عشان يهرب بيه؟ لا انت انا بشك في مدى سلامه الصحه النفسيه. انت كمحامي لاي متهم انا مش بدافع عن محمود والله يعني انا مش بدافع عن اي قضيه. في اي قضيه انت محامي عن اي متهم هتقول يعني الراجل بيبقى قاتل امام الناس بيقول لك انا ما قتلتش يعني. طيب سيب ده الادانه او التبرئه، احنا بنحلل اجتماعيا. ما انا اجتماعيا يعني انا لا استطيع انا اجتماعيا برضه مع حضرتك في نفس التحليل نفس التحليل. انا اجتماعيا انا في لغز كبير جدا في الوقت ده مش السيد خلاص دقيقه واحده. لا انا بس عايز اكمل النقطه عشان ما تقعش مني. محمود من 6 صباحا بعد الوفاه بعد الدفن نعم بعد الدفن اللي هو ثالث يوم العيد من 6 صباحا بعد الدفن الى الساعه 2 صباح ثاني يوم رابع يوم العيد محدش قدر يوصل ولا يتاكد من مكان وجوده. على الرغم ان كلامنا مع ضباط البحث الجنائي بيقولوا ان احنا عندنا ادله اعترف او ما اعترفش، عندنا فيديوهات بتؤكد ذلك. طب انا ماشي معاك. بيقولوا في التحقيقات بتاعتهم ان هم استصدروا قرار من النيابه العامه بضبطه. طب انت عرفت منين ان هو جه الساعه 1 بالليل البيت؟ طيب كل الكلام ده حاجات كتير كل الكلام ده لا يستبعد ارتكابه الجريمه. ما اختلفناش كل اللي انت بتقوله ده يعني لا يحسم قضيه. ما بيحسمش يعني يفضل انت الحسم تساؤلات يفضل سؤال يفضل سؤال واحد بس يفضل سؤال. انت كمحامي هنا بس خلونا يا جماعه عشان بس ما فيش وقت عشان هاخد استاذ مين استاذ الجالي احمد خليفه. استاذ الجالي اهلا بيك. نوطي التلفزيون يا استاذ الجالي نوطيه. حاضر. وطي التلفزيون بس او ابعد عنه. اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. انت ابن عم المتهم مش كده؟ انا خاله. انت خاله اتفضل اتفضل. طبعا انا قاعد في المملكه. انا عايزك تبعد عن التلفزيون خالص. انا خال المتهم. اتفضل. والاولاد. الصوت ما فيش صوت يا استاذ وائل. انا سامعك كده اتفضل قول اللي عايز. طبعا انا قاعد في المملكه العربيه السعوديه. طبعا ساعه ما سمعنا الخبر طبعا انا متابع ال 24 ساعه متابع الاحداث. طبعا ساعه ما جالنا الخبر طبعا كل العائله منهاره في الموضوع ده. محمود طبعا ما فيش عنه اي خلفيه ان هو واحد كويس ومش وحش في البلد. محمود كويس كله بيشكر في محمود وبيحكي عن محمود ان محمود راجل كويس ما حدش بيشتكي منه خالص في البلد. محمود من اثرياء من سلفين وعمره ما يعمل حاجه زي كده ابدا. قول لي حالته الماديه
محمود حالته المادية وارث ورث جامد من أبوه مبسوط. آه. ومبسوط وارث وارضه من والدته ورث كبير. وأي طيب. شيء تحت إيده وراجل يعني مالي وكل بيحترمه وكل بيقدره. طيب. كل ده تاني أو لا يمنع مع اعتراف متهم بجريمته لا يمنع ارتكابه الجريمة يعني. ولا أنت مصدوم من أنه يعترف بارتكاب جريمة بهذا الشكل؟ لكنا مصدومين بحالة زي كده. ده تحت تهديد يا أستاذ وائل. ده كل ده تحت تهديد وأنا بكلمك. ليه ليه, ليه 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 تقدر تقول يعني ليه؟ أكيد ليه هيجيب هيقول للأب اعترف بقتل أطفالك يعني؟ ليه؟ ممكن يا أستاذ وائل في تهديد ليه من الأسرة والأمه؟ ليه 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 ليه؟ قول لي ليه بس؟ ليه؟ ما احنا عاوزين نعرف دي من خلال المنبر بتاعك يا أستاذ وائل. أنت يعني تقصد مين بتهديده يعني؟ مين اللي هيهدده؟ أكيد في ناس كبيرة في الكلام لأن جه راجل من حقوق الإنسان. انت بتتكلم عن الاثار ولا مين؟ بتكلم على الاطفال على ابو الاطفال يا استاذ وائل. ما انا فاهم يعني من يمكن ان يهدده بالقتل يعني. طيب معايا طب هاخد بس على الات عشان الوقت دايما في انت عشان انت اول حد شاف الاطفال. تمام يا استاذ. والمشهد طبعا يعني القضية بدأت من هنا يعني المشهد ما يعني لا يمكن تنساه مشهد من هذا النوع يعني. قول لي هنا النيابة أخذت أقوالكم كمان في أخذت أقوالنا في المستشفى يوميها في مستشفى فرسكور. وتاني يوم برضك على البحر إجا عملوا معينا المباحث هناك إجت عملت معينا تاني يوم وبرضك على نفس الأقوال أخذ أقوالنا برضه. طيب هل الجثث كان فيها تشوهات المية ولا؟ لا لا ولا أي حاجة. كان لسه يعني المية ما لحقتش تأثر فيهم يعني. أستاذ وائل الموضوع ما وقفش عند أقوالنا اللي في المحضر الرسمي. لا بقول لحضرتك المنطقة أصبحت سكنة عسكرية من أكفأ ضباط مديرية أمن دمياط. بحث شغل نزل البحر بالليل جابوا قارب ونزل البحر بالليل. قصوا سرعة الطيار قصوا سرعة الجرف ضربوا الوقت اللي هو ال 12 ساعة ولا 15 ساعة ولا أين يكون في سرعة الطيار عشان يحددوا ال 2 كيلو بتوع الكوبري. تحقيقات مع الجيران مع البيوت المحيطة مع الصيادة طبعا يعني. المسألة بتخضع للدقة الشديدة يعني. هاخد منك تعليق أخير وتعليق بسرعة يعني قول لي هنا في النهاية أنا أمام اعتراف واضح يعني ومتهم بيعترف أنه يتعاطى مواد مخدرة ومن ناحية تانية أنه ارتكب الجريمة يعني في تفاصيل في أقواله تانية عايز تقولها احنا ما قلناش؟ لا اللي أنا عايز أقول أن الاعتراف سيد الأدلة دي القاعدة العامة ولكن إذا كان اعتراف المتهم يتناقض مع الواقع فالمحكمة لا تأخذ بهذا الاعتراف. طيب أنت هتروح محكمة تمام ده اللي أنا عايز أقول الحاجة, الحاجة التانية أن المتهم لما حدد اسم الكوبري حدده في التحقيقات قال اسم كوبري الشعرة اللي هو اسمه السد بس هو سماه الشعرة. المعاينة تمت على كوبري فرسكور مكان مختلف تماما. كبر الشعر او السد احنا قلنا بقى ده مش عايز اعيد بس الكلام الثالثه الحاجه الثالثه انا بقول لك هل في جديد احنا ما قلناهوش. طيب هل في حاجات تانية في التحقيقات احنا ما قلناش يعني اقوال ملفته للانتباه؟ طبعا مش وجهات نظر خلاص وجهات نظر قلتوها اول يعني. شيء بنتكلم فيه انتفاء الدافع تصوير الشخص بانه معلش في لفظ تحت تاثير الشعوذه او الدجل ما عنديش اعمال شغب يعني لا شعوذه عشان كده انا سالتك هل ده موجود في الورق ما عنديش خلاص ده كتب ولا لا ما كتبش اكتر من انه معلش في اللفظ ما قالوش اصلا واحد جاله هوس. طب الهوس ده مظبوط معلش في اللفظ هل ناتج بان حد او عازلك ده حد معلش في اللفظ من المشايخ او الدجالين او ما شابه ذلك قال لك ده؟ مفيش.
طب المظاهر اللي انت بتعملها عشان تبدا جريمه زي دي مفيش. انك تقول ان انا ما عنديش مال، طب وانت مليونير معلش في الكلمه، عكس في كل الاتجاهات. اهم نقطه ده لان الجريمه احيانا لا منطقيه، الجريمه وقعت عندنا جريمه بالفعل وقعت، واحيانا بتكون لا منطقيه. اللا منطق لا يمكن ان يستقيم هذا الوضع. طيب تعليق اخير منك، انا يعني في النهايه ربنا يصبركم، يعني هي اسره تحطمت وضاعت. طبعا الاسره والبلد باكملها اصلا، يعني مش بس اسرتنا، بس البلد كلها كبير وصغير. زوال انت مش متخيل يعني الوضع. يعني في الجنازه، الجنازه كانت الفجر، كان كل 100 سلسيل كبير وصغير في الجنازه. يعني الجنازه كانت الفجر، جنازه الاولاد قاعد يستناهم الساعه 1 بالليل. طيب. اتدفنوا بعد طيب. الفجر. يبقى كلنا محمود كلنا محمود كلنا لا يمكن يا استاذ وائل كلنا نكون معنيين يقتل عيال عن قتله الاطفال. أيوة. سواء كان محمود او غيره. بالزبط. يعني هنا للقضيه عايزين حق الاولاد دول. ما هو انت ممكن تضيع حق الاطفال، احيانا يكون التعاطف الخادع يضيع حق الاطفال، ولا الادانه المسبقه حتى تضيع يعني. وبالتالي احنا بنبحث عن حق الاطفال اللي ان شاء الله نثق في القضاء في النهايه. دي مش محل خلاف يا وائل، محل اختلاف. لسه نقطه واحده بس، ان محمود على حسب الكلام اللي قال في التحيات اقدم على الانتحار مره قبل كده على الكلام اللي اثبته. وده معناه انه ممكن يقدم على الانتحار مره اخرى، فاحنا بنطالب بالحفاظ على حياته. خلاص الشخصيه التي يمكن ان تقدم على الانتحار، يمكن ان يرتكب، يعني خلينا احنا بنطالب بالمحافظه على حياته بس. بس يعني ما هو انه سؤال معلش، طبعا الشخصيه اللي بتقدم على الانتحار بالتاكيد بيكون تمام. لو انتحر معلش في لفظ النهارده محمود في الوضع اللي موجود، قفل القضيه، موت الحقيقه. واحنا برضو عايزين هو قال في اقواله انا الاخر كلام احنا معلش في لفظ حضرناه، انا رحت البيت عشان اغتسل واشتريت موس عشان انت فاهم، فجت الشرطه خدتني. الكلام ده الساعه 1 بالليل رابع يوم العيد، يعني هو جه من مكان الليل المجهول اللي الاقاويل قالت انه في فندق. هل تعتقد ان هناك من يملي على شخص كل هذه الحكايات التي حتى محدش بعضها لا علاقه له، بعضها لا علاقة له حتى بالجريمة ولا بالقضية؟ يعني الأستاذة قالت يعني هو يعيش يعني هي اللي قضته لكده. الأستاذة قالت ممكن يا أستاذ، إن الحالة النفسية قضته، الحالة النفسية هي اللي قضته للاعتراف، الحالة النفسية المحبطة، يعني لأنه هو كان في حالة انهيار تام، ممكن الحالة النفسية دي هي اللي تكون دفعته للاعتراف. إنما محمود يقتل عياله مستحيل، محمود بالذات روحه في عياله، يعني كان عياله عنده غير طيب. اي عيال. معايا الاستاذ كريم طارق الشافعي وهو خال الاطفال. بالظبط. استاذ كريم اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. اهلا بيك استاذ كريم. استاذ كريم اتفضل، عندك ملاحظات على اللي حصل؟ ربنا يصبركم في كل الاحوال، ربنا يصبركم جميعا يعني. والله استاذ وائل الحمد لله على حال. موضوع نفس ما الاساتذه المحترمين قاعدين، استاذ سيد، استاذ احمد، استاذ توحى، تفضلوا مشكورين. يعني قالوا كل اهالي البلد واللي احنا عايزين نقوله قالوه، ممكن بس خلينا اقول تاني برضو، القضايا من هذا النوع التعاطف فيها يعني ليس هو الذي يصدر الاحكام، يعني بيبقى في عند كل الناس جوانب عاطفية، لكن خلونا في النهاية لا ندينه ولا نبرئه في نفس الوقت. اتفضل. ماشي يا وائل بيه، ما هو زي ما حضرتك سمعت من السادة المحترمين اللي قاعدين مع حضرتك، يعني احنا الاقوال اللي قالها محمود على بعلم زي ما قال الاستاذ احمد جمال والاستاذ سيد، مش ماشية مع المنطق، مش ماشية مع النظام. وأحيانا الجريمة ما بتكونش منطقية، يعني أنا في عمل المهني شفت جرائم مش منطقية. هقول لك يا أستاذ وائل، على آخر فترة قريبة، آخر أسبوع، آخر يومين ثلاثة. تمام. محمود يعني إن شاء الله كان هيبقى قريب، ريان هيقبل في مدرسة اللغات هنا موجودة عندنا. كان هيبقى ايه؟ هيقبل لسه في الحضانه في مدرسه اللغات.
المدرسه المدرسه الرسميه للغه. ده مين؟ ريان. ريان ريان 4 سنين مش كده؟ كان ان شاء الله السنه دي المفروض يدخل كي جي 1. تمام ازاي؟ تمام. اطفال طبعا اطفال زي الورد يعني. الاستاذ سيد قاعد عند حضرتك والاستاذه توحى عارفين يعني ايه المدرسه التجريبيه للغات، يعني الحاله ميسوره، الحاله كويسه. لبس الاطفال ازواج الجمناس ناس عيال محترمه جدا، عيال متربيه. ريان ده كان عنده ذكاء. ايوه بس هنا يعني اذا لم يكن الاب هو القاتل يعني بتضع احتمالا، يعني انتوا عايشتوا في اي مشاكل بتخليك تضع اي احتمالات تانية؟ لا هي مشاكل، ما فيش مشاكل يا استاذ وائل. اي بيت في مشكله عاديه، مشكله صغيره ما فيش. محمود بقاله فتره مظبوط جدا وكويس جدا. شاري الاولاده للريان ده بالذات حاجات الحضانه قريب من قبل العيد يومين، يوم العيد يوم الوقفه كان صايم وفطران عندنا هو ووالده الاطفال والاطفال فطرانين ومبسوطين وكان صايم وكويس. اول يوم العيد طيب. بشكرك. انا اقول بعض التعليقات هنا. طبعا عندي في تعليقات بتتكلم عن ان المخدرات تعمل اكتر حاجات فجائية كتيرة، يعني في يعني في كمان او ممكن ناس تتكلم عن الجرعة الزائدة بتوصل للهوس احيانا. في يعني عندي تعليقات مختلفة، لكن في كل الأحوال يا جماعة قضايا من هذا النوع لا تخضع لوجهات نظر ولا لآراء ولا لتعليقات، لكن من حق الناس إنها تثير علامات استفهام وتسأل، لأن طبعا ارتكاب أب لجريمة من هذا النوع هي نوع من الجريمة الصادمة، يعني تصدم المجتمع. كمان طفلين ضاعوا بهذا الشكل، اللي عاوز حق يضيع حق الأطفال هو اللي ممكن ان توديه العواطف المسبقة الى حد ان والله استبعده الأب، او توديه الجانب الآخر في ان والله لا ادينه الأب. يعني هنا القضاء لا يخضع لذلك يعني ولا يتأثر بذلك القضية، لأنه فيها جانب مجتمعي. الجانب المجتمعي هو صدمة العائلات من جريمة من هذا النوع، أطفال ضاعوا وأب متهم بها، وحكايات كثيرة نسجت حول هذه القضية. يعني هنكون معاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة.